اخذت الكورس قبل بيكون في اكتر من مكان. الكورس كان مع بيكون مختلف تماما due to الانفايرمنت. الانستراكتور مستر مينا هو هي از فيري تالنتد. مروان الشهاوي جروب تريجري مانجر. انا سي تي بي هولدر من حوالي 4 سنين أو 5 سنين. كورس في بيكون مختلف بيغطي الكونتنت بشكل مكثف اكتر من الاماكن الثانيه. الكورس كان بيغطي كل التوبكس اللي في الماتيريال بشكل كويس جدا. الكورس كان معتمد على توصيل المسج والانفورميشن في الماتيريال بشكل مبسط لكل الناس اللي في الكارير ده. الكورس بيضيف كمان هاو تو انت تمانج الاكزام بشكل كويس جدا. اكزام تكنيكس، التايم مانجمنت في الـ في, الـ في الامتحان بتعمل بيبقى بشكل مبسط. بيحضرك تحضير كويس جدا ان انت تقدر تخش الاكزام وتعدي ان شاء الله من اول مره. بعد السي تي بي الحمد لله ابتدت الكارير يتشافت معايا بشكل افضل. ابتدت جالي اوفرز من اكتر من مكان. اتنقلت من دخلت في مانجيريال ليفل ما كنتش عليه قبل الكورس. الباكجز اللي كانت بتتقدم بشكل مختلف كانت بتختلف لان ده بيأد فاليو. السي تي بي في السي في بيبقى ليها الويت بتاعها في الكارير بتاع التريجري.